Pure perdono, no, 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 قمنا بعمل استباقي كنحضروا في انفسنا باش كي غدوه يعني التسلطات العليا تعلن رفع الحجر ونكونوا احنا واجدين للموسم الاصطياف في منطقه لوش، كنا احنا واجدين على تم الاستعداد. والله اليوم مجموعه ابتسام الخيريه قامت بمبادره جميله بتنسيق مع مؤسسه عنابه نظيفه وبلديه عنابه لتنظيف شواطئ المدينه في ظل جائحه كورونا 19. حبيت نقول لكم باللي احنا رانا نظفنا يعني الشواطئ باه ان شاء الله نكونوا على اتم الاستعداد لبدايه الموسم الاصطيافي. احنا اليوم لحتى اليوم راهي ما كانش راهو الشواطئ راهي مخلوقه حسب التعليمات تاع السلطات العليا تاع البلاد. اما فيما يخص القضيه تاع فيما يخص توجد النشاط تاع المحيط والنظافه، رحنا النهار تهز الحجر احنا الامور مهيئه لكل الهيئات على مستوى الشواطئ من ريزي حتى العائله العشيره ان شاء الله. اليوم احنا جينا نلبيو النداء تاع مؤسسه دابور البلديه ومؤسسه بيان سور عنابه نظيفه، جمعيه جذور، ابتسم. رانا احنا كل ان شاء الله حطينا اليد في اليد اليوم، وكما قلتي بالك ممكن سبقنا الاحداث، ممكن راح يعني يكون موسم اصطياف ولو راح يكون يعني شوي